في يوم 21 من فبراير من كل عام يحتفل العالم بما يسمى بيوم اللغة الأم. هذا اليوم الجميل واللطيف يذكر شعوبها بلغتها القديمة والأصلية التي اندثرت بسبب حلول لغات أخرى بديلة عنها، كالآشورية في العراق مثلاً والتي كان القدماء العراقيون يتحدثون بها قديماً، والفرعونية في مصر والإنكا في أمريكا الجنوبية. لكن ماذا عن اليمن؟ أين موقعها من هذه الشعوب واللغات؟ كانت لغة اليمن القديمة قبل الإسلام هي اللغة الحميرية التي تطورت من السبائية والقتبانية، وكان الخط الذي تكتب به هو هذا الخط الذي يطلق عليه بخط المسند، ذو الأشكال الهندسية الرائعة. الناشطون اليمنيون وتزامناً مع اليوم العالمي للغة الأم أطلقوا حملة لإحياء هذا الخط القديم، وانتشرت حملتهم في الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الميدان تحت هاشتاج خط المسند اليمني. مشاهدينا، كان اليمنيون القدامى مثقفون جدا ومتعلمون، وكانت الحضارات اليمنية منارة للحضارات القديمة في المنطقة والعالم. سأذكر لكم جانبا من الرقي الذي كانت تتمتع به الحضارة اليمنية قديما. مثلا كانت الحضارات الأخرى في ذلك الزمان تحتكر التعليم في النخبة وطبقات معينة من المجتمع، من أبناء السياسيين والملوك والتجار. أما عامة الشعب فكان جاهلا ولا يستطيع الوصول إلى أدوات المعرفة. في اليمن كان الوضع مختلفا، كان عامة الشعب يستطيع القراءة والكتابة حسب أقوال المؤرخين، وكانوا يكتبون كل شيء وفي كل شيء، وكان التعليم كان إلزاميا على الجميع. انظروا مشاهدينا لهذه الأدوات، لهذا الفخار والأدوات الأخرى كيف كتب عليها بخط المسند. القوانين والأحداث والقصص كتبت أيضا كنقوش على الألواح الحجرية وعلى التماثيل وعلى الأعمدة وعلى الملاعق وعلى الأدوات المنزلية، على كل شيء، أي شيء يرونه أمامهم يأخذونه ويكتبون عليه. وستجدونها في كل مكان، بمأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت وإب وريمة والضالع ونجران وجيزان جنوب السعودية وغيرها وغيرها. بعض هذه النقوش يقول فيها صاحبها: أنا فلان ابن فلان أقدم نذوري للإله عثر ليحمي محصولي ويباركه. وهناك أمثلة أخرى عن قصص يومية يعيشها عامة الشعب فيكتبون عنها. أي بمعنى أن أفراد المجتمع سواء كانوا تجاراً أو فلاحين أو سياسيين كانوا يجيدون الكتابة والقراءة، ولديهم اطلاع بمختلف العلوم الدينية والعلمية. مشاهدينا، جمال هذا الخط وتناسقه في النقوش مثير للدهشة. انظروا كيف هي الأحرف والكلمات مرتبة ومتناسقة بشكل عجيب، لا يوجد هناك أي خطأ أو عيب. هناك تساؤل يدور في الشارع: ما هي الأدوات التي كان يستخدمها الأجداد في نقش مثل هذه الكلمات بهذه الدقة المتناهية ودون أخطاء؟ كيف استطاعوا فعل ذلك؟ هل كانت هناك أدوات ومكائن كآلات طباعة في ذلك الزمان تستطيع نقش هذه العبارات على الصخر والشواهد؟ حتى الآن لا توجد تفسيرات مؤكدة حول هذه المعجزة. هناك أشياء أخرى تلفت الانتباه أكثر. ركزوا في هذه الصورة، ستجدون أن النص ابتدأ بحرف كبير وهو حرف النون من اللغة الحميرية أو بخط المسند، وهي طريقة تستخدمها الإنجليزية الحديثة اليوم في الصحف للابتداء بالمقال. أي بمعنى أن الخط المسند سبق عالم اليوم بآلاف السنين في فن الكتابة. تخيلوا لو تم اعتماده كخط رسمي للغة العربية قبل قرون طويلة من الزمن، كيف سيكون حاله اليوم من التطور؟ بدلاً من خط الجزم الذي كان يكتب به في شمال شبه الجزيرة العربية والذي كان مبتدئاً ومتواضعاً مقارنة بخط المسند في ذلك الزمان، باعتقادي كان سيكون أكثر الخطوط إبهاراً على مستوى العالم. وهنا نأتي للسؤال الأهم: هل الخط المسند عربي؟ في الحقيقة لست باحثاً متخصصاً في هذا المجال، تستطيعون البحث بأنفسكم عن علاقة خط المسند أو اللغة الحميرية باللغة العربية، لكن بشكل عام اللغات والحضارات مرتبطة ببعضها، وهناك علاقة تأثير وتأثر بينها، فكل لغة تأثرت بالأخرى. لكن اللغة الحميرية وهي من اللغات السامية توجد كلمات كثيرة في اللغة العربية اليوم مشتقة منها، إلى درجة تستطيع فيها فهم معظم نصوص تلك النقوش عند سماعها. أما خطها المسند
فتظل هي الأم لجميع الخطوط التي وجدت في المنطقة وحتى في شمال إفريقيا، ومنه تأثر خط الجزم الذي جاء من الدولة النبطية، وكانت أشكاله قريبة من خط المسند لكن بشكله البدائي، يتم اعتماده لاحقا من قبل الحضارات الإسلامية كخط رسمي ويتطور مع الزمن حتى وصل لشكله الحالي اليوم. لذلك فإن خط المسند عربي لكن بصيغته الحميرية اليمنية. توجد خطوط أخرى مشابهة لخط المسند في دول المغرب العربي، يعتقد الأمازيغ بأنها الأصل وأنهم أول من ابتكرها، تسمى التيفنياغ، لكن دراسات المؤرخين ترجح تأثرها باللغة الحميرية القديمة وبخطها المسند نتيجة الهجرات القديمة قبل الإسلام من اليمن إلى شمال إفريقيا. وكذلك هو الحال في أثيوبيا التي ما زالت تستخدم خطا شبيها بخط المسند حتى اليوم، وبالتأكيد هناك علاقة بين هذين الخطين نتيجة الصلات التاريخية والتجارية والاجتماعية التي تجمع اليمن بدول القرن الإفريقي على مدار التاريخ، ومن ضمنها مراحل توسع حكم الحضارات السبائية والحميرية في أفريقيا وتأثر تلك الأقوام بالحضارات اليمنية. الآن دعونا نلقي نظرة على حجم التفاعل اليمني مع حملة الاحتفاء بخط المسند اليمني والدعوة لجعل 21 فبراير من كل عام يوما وطنيا لخط المسند. هنا يقول مثلا نوح الجاسري: أعلنت الأمم المتحدة في عام 1999 يوم 21 فبراير يوم اللغة الأم لكل الشعوب، ونحن في اليمن يجب أن نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بلغتنا الأم وحروفنا المسندية التي تعد أول أبجدية ومن أقدم اللغات السامية. سنكتب مسندا ونبرز للعالم الكم الهائل من الإرث الحضاري اليمني في يوم المسند اليمني. صلاح النهمي يقول: أينما وجد خط المسند وجدت اليمن، وكل نقش مكتشف للمسند في أي منطقة إنما هو شاهد على الامتداد التاريخي الحضاري لليمن، ففي انتشاره شمالا وجنوبا وشرقا وغربا عبر النقوش المكتشفة دليل على وحدية الهوية اليمنية منذ آلاف السنين. عادل الأحمد يقول: استنهاض الذاتي يتطلب مسح الغبار عن المراحل اليمنية المضيئة في التاريخ قديمه وحديثه، وكان لابد في سبيل ذلك أن نعود إلى خط المسند بوصفه الرسمة الحاملة لأسرار ومسندات تاريخنا المجيد في طوره الضارب بالقدم. أنا أحتفل بيوم المسند رغم أنني لا أظن أن أحدا يحب الحرف العربية مثلي، ثنائية ليس فيها تضارب بل تناغم لا يدركه إلا القليل. حسام إبراهيم يقول: قال لك 21 فبراير يوم الخط المسند، أشي أعرف من بيوزع الأيام والأعياد؟ لو يكون يوم التراث اليمني واحد والله بيكون قوي، أما هكذا بتتعدى مسألة ترندات وتغيير بروفايلات. حمزة دعايس يقول: هذه البلاد تحتاج إلى إرادة ووعي الأقيال لإعادتها لمكانتها الحضارية، استحضار هذه المناسبات والاحتفاء بها من جديد تغذية روحية للشخصية اليمنية. العبهلي الشبواني يقول: ليست حروفا للزينة هذه التي نقشت، هذه الحروف هو تأكيد للبقاء وأحقية الوجود، رمزية حرف المسند هو روح القومية وأبجدية الأقيال، حين يكتبون بالمسند هم يستحضرون قحطانة وكهلانة وحمير وعبهلة ونشوان. هنا محمد المقبل أيضا يقول: المسند ليس مجرد خط أكسب الأمة اليمنية معنى الخلود الحضاري، بالإضافة إلى كونه يحمل هالة روحية عجيبة لمجرد التحديق فيه تشعر أن ثمة روحا يمنية عجيبة تسري في الأعماق. المسند يحوي شفرات بالغة العمق وتأثير متعلقة بالشخصية اليمنية وأسرارها الحضارية فيما تم اكتشافه. محمد الأسعدي يقول: وإن احتفلنا بيوم المسند فهذا لا يعني أننا غارقون بالمضيء بالماضي ونتحسر عليه، وإنما نتخذ من هذا الاحتفاء جرعات أمل لصناعة حاضر أكثر إشراقا. مشاهدينا، الجانب الحكومي تفاعل سريعا مع هذه الحملة. طبعا الأخ معد البرنامج أمين مشكورا تواصل مع الدكتور محمد جميح ممثل اليمن في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ليسأله إن كان هناك جهود لتسجيل خط المسند ضمن قائمة التراث العالمي المادي في اليونسكو. حصلنا على رد طويل من الدكتور محمد حول الجهود التي تبذل من أجل تسجيل الآثار اليمنية ضمن قائمة التراث العالمي، لكننا أخذنا الجزء الخاص بما يتعلق بخط المسند وهذا رده.
طبعا بالنسبة للمسند هو الـ يعني اليونسكو تعتمد اللغات، واللغات لها جانبان، الجانب المنطوق والجانب المكتوب. واللغة السبائية التي كتبت بالمسند تعتبر من اللغات التي اندثرت. لدينا في اليمن ما زال من اللغات التي ترتبط بلغات اليمن القديم، اللغة السقطرية والمهرية، وهذه من ضمن التراث غير المادي الذي يمكن أن يسجل لدى قائمة التراث أو قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي. أما بالنسبة للمسند فالآن لدينا ملف كبير قدمناه لليونسكو، ويعني هناك مداولات ما زالت عليه. هو ملف آثار مملكة سبأ، وآثار مملكة سبأ يعني كل ما أثر عن مملكة سبأ في محافظة مأرب فقط. المسند طبعا بكل نقوشه في هذه المواقع المختلفة سيكون طبعا ضمن قائمة تراث، ولكن ليس على قائمة تراث غير المادي كخط، ولكن جزء من هذه البقايا أو هذه الآثار الخالدة من حضارة سبأ. إذا مشاهدينا الاهتمام بدأ يتعاظم بتراث والتاريخ اليمني ليس فقط رسميا بل شعبيا أيضا. الجهود المجتمعية من باحثين وهو في التاريخ اليمني قديمة ومتواصلة. صندوق النظافة في محافظة شبوة كان قبل أشهر زين شوارع مدينة عتق بأحرف المسند. كما تشاهدون أيضا هناك رجال أعمال وتجار عملوا على وضع نصب في الشارع في شوارع عليها خط المسند ومكتوب عليها أحد أقدم القوانين اليمنية في التجارة. جهود مجتمعية أخرى منها إدخال أبجديات خط المسند على الهواتف لكتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل بها شأنها شأن اللغة العربية والإنجليزية الموجودة ضمن خيارات اللغة في لوحة مفاتيح التليفونات. هناك تطبيق اسمه المسند ستجدونه على متاجر أبل وجوجل بلاي في تليفوناتكم، تستطيعون تحميله من هناك. يحتوي التطبيق على حروف المسند والتقويم الحميري ولعبة تعلم حروف الخط المسند، وهو تعليمي أيضا لمن يرغب بأخذ فكرة عن خط المسند. لو لاحظتم أيضا أن أحرف المسند أصبحت منتشرة بشكل كبير في حياتنا اليومية، أزياء العرسان التقليدية يكتب عليها بخط المسند، المقاهي والمطاعم والحلي والمجوهرات والتصاميم أصبحت تستلهم أفكارها من خط المسند، كما أنه تحول إلى موضة منتشرة بشكل واسع في اليمن وهناك إقبال كبير عليه. حتى في السعودية أصبح التجار هناك يصيغون الحلى أو الحلي مستخدمين بعض أحرف المسند لتضفي عليها جمالية فوق جمالية هذه المعادن والمجوهرات الثمينة. نشاهد هذا المقطع من استضافة قديمة لصائغ حلي على قناة العربية. لماذا اخترت هذا الخط تحديداً؟ قبل كل شيء، قبل كل شيء هو إحياء لحضارتنا العربية. أنت بتتكلم عن مجموعة حروف من قبل تقريباً أكثر من 4000 سنة، وللأسف أكثر من 90% من عملائي ما بيعرفوا المعلومة هذه، فهذا كان أكثر شيء. بالإضافة أنه كان يستفزني كثير من الشابات أنه كثير يطلبوا الحروف الإنجليزية. إحنا تاريخنا مليء بحضارتنا وأجدر أنه نصيبها، لذلك أنت اخترت خط ليس مطروقاً كثيراً نعم. في اللغة. نعم. الغريب بأن المذيعين والضيف تجنبوا ذكر الموطن الأصلي لهذا الخط واكتفوا بالقول أنه خط عربي دون الإشارة إلى أنه خط حميري سبائي من الحضارات اليمنية القديمة. هذه نتيجة طبيعية لعدم وجود اهتمام رسمي وشعبي لتاريخنا، لأنه في هذه الحالة سيأتي الآخرون ويحاولون أن ينسبوا هذه الثروة الثقافية والحضارية الكبيرة لهم. في عام 2015 استخدمت أحرف المسند في الشعارات والهتافات ضد انقلاب الحوثيين الذين لم ينقلبوا على الدولة فقط بل على التاريخ والهوية اليمنية وثقافة المجتمع، ويغيظهم أي ذكر للحضارات اليمنية القديمة، وأصبحوا اليوم يحاولون محو كل ما يتعلق بالهوية اليمنية واستبدالها بفكرهم الحوثي أو ما يطلقون عليه زورا بالثقافة القرآنية أو الإيمانية. مشاهدينا الكرام، نستضيف الآن معنا عبر السكايب رئيس النادي الإكليل
حفظ الله العمري. أهلا وسهلا بك معنا حفظ الله، ويوم يوم مسند مجيد عليك حفظ الله العميري. كل عام وأنتم بخير. أنا أتقدم بالشكر لك ولأسرة برنامج رأيك مهم على التطرق لهذا الموضوع المهم واليوم المسند. طيب إيش السبب أنه في حملة كبيرة الآن في إحياء هذا الخط؟ هل هو فقط احتفاء فيه أم هناك رغبة حقيقية في جعل يوم وطني للاحتفاء بهذا اليوم بهذا الخط كل عام؟ نعم، أولا مناسبة الاحتفاء يوم المسند ليس يوم يعني ليس يوم جديد مثل يوم الوعل مثلا. يوم المسند احتفى به البعض المؤرخين والآثاريين اليمنيين منذ العام 2018 تقريبا، وهم يحتفلون به رأس كل سنة، لكن الفارق هذا العام على أن الوعي القومي بدأ يزداد لدى الشباب ولدى اليمنيين بشكل كبير جدا، ورأينا هذا الكرنفال الذي تم في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على أرض الواقع. فهناك رغبة حقيقية بتحويل هذه الأيام مثل يوم الآثار ويوم الوعل، وهناك أيام أيضا قادمة لمآثرنا ورموزنا التاريخية إلى أيام وطنية، وحتى الضغط على الدولة لاعتمادها أيام وطنية بقرارات رسمية وليست أيام فقط شعبية. طيب حفظ الله، ناديكم نادي الكليلة الثقافي مشهور بأنه يطلق مثل هذه الحملات، كنت قد تطرقت إلى يوم الوعل الوطني واليمني الذي أحدث ضجة واسعة، وبدأ الكثير يعني يبدأ يركز على هذه الرموز والهوية الرموز الخاصة بالهوية اليمنية. الآن هناك خط المسند، لعلك لاحظت أيضا بأن هناك مجتمعات أخرى أو دول أخرى بدأت بنسب هذا الخط إليهم وأنهم أول من بدأوا بهذا الخط، فهل أيضا من ضمن الحملة الآن هو التعريف بأن هذا الخط هو منطلق أساسا من اليمن، وأن اليمن يجب أن تحافظ عليه ويجب أن يعي الشعب أهميته وأهمية تاريخه؟ بالحقيقة هناك عدة أسباب لإطلاق هذا اليوم، يعني من ضمنها هذا السبب، لكن هناك سبب رئيسي وجوهري لهذه الحملة، وهو أن الشعب اليمني والأمة اليمنية بشكل عام تمر بفترة أو مرحلة انكسار حضاري. عندما تمر الأمم دائما بمرحلة انكسار حضاري تعود لجذورها وتتمسك بجذورها. نحن الآن نحفز اليمنيون كاملا على التمسك بجذورهم التاريخية والحضارية. لدينا جذور تاريخية كبيرة، هذه الشخصية اليمنية الآن التي يريد الحوثي أن يصورها لنا ليست هي الشخصية اليمنية، وليس هذا التاريخ الذي الهوية المستوردة ليست هي الهوية اليمنية، ونريد اليمني أن يتمسك بجذوره التاريخية والحضارية لينطلق منها إلى المستقبل. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الذي ذكرت، بدأت بعض الحملات على تراثنا اليمني وعلى هويتنا ومن ضمنها خط المسند، بنسب خط المسند لبعض الدول وبعض وحتى تجاهله عندما لا يقدرون على نسبه، لأنه الخط المسند من ميزاته على أنه نقش على الصخر، وهناك هذه النقوش لا توجد إلا في اليمن، وإن وجد بعضها فهي من توسع تدل على توسع الحضارة اليمنية حينها، وليس على أن هذه النقوش تحسب لتلك الدول. ولذلك هذه الدول بعد أن نسبوا لهم الفن اليمني ونسبوا الأغنية اليمنية ونسبوا كثير حتى تراثنا الآثار اليمنية نسبوها لهم عندما تم تهريبها إلى الخارج، لا نريد في المستقبل أن ينتجوا لنا مزيدا من الأكاذيب وينتجوا وينسبوا مزيدا من المآثر الحضارية اليمنية لهم أو حتى أن يتجاهلوها. فعرفنا العالم. طيب حفظ الله، نعم، هذه الألواح العظيمة التي رأيتموها. طيب هذا الاحتفاء بيوم المسند اليمني هل هو فقط مجرد منشورات على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ودعوة لكم بأن يكون هناك اهتمام أكثر، أم أن هناك خطط ربما لمشاريع مستقبلية بأن يتم تبني تدريس خط المسند في المدارس اليمنية أو فتح معاهد لذلك وتخصيص دارسين وباحثين لها، وهناك ضرورة لاهتمام الجانب الرسمي بهذا الجانب الثقافي التاريخي الهام؟ اللغة المهرية السقطرية ما زالت موجودة اليوم على الساحة، هل هناك تفكير للمستقبل مما يخص خط المسند واللغة الحميرية؟ هناك جهود لكنها الآن لا زالت جهود شعبية، ونحن نتخاطب دائما مع الجانب الرسمي ويتخاطب حتى أن الجانب الرسمي تفاعل معنا، ويبدو أنهم بدأوا يدركون أهمية الارتباط
بالماضي من أجل الانطلاق إلى المستقبل. ولذلك لدينا نحن كشباب وكجماهير يمنية شاركت في هذه الحملات وكمؤسسات مجتمع مدني لدينا خطط لتحويل هذا اليوم إلى كرنفال، يعني كرنفال وطني للتفاعل مع اللغة اليمنية. رأيتم على وسائل التواصل الاجتماعي كيف أن الأطفال بدأوا بتعلم اللغة اليمنية. هناك أيضا تواصل مع وزارة التربية والتعليم ومع بعض الجهات الرسمية من أجل الاهتمام بهذا اليوم أو إدخال أقل شيء اللغة المسند كلغة يعني من ضمن اللغات التي تدرس في المدارس. نحن لا نطالب باستبدال. نعم تقصد خط المسند. خط المسند عفوا. نحن لا نطالب باستبدال خط المسند باللغة العربية أو خط اللغة العربية الآن، إننا سنترك الإرث الحضاري الذي ورثناه باللغة العربية كاملا، لكننا نطالب بأن يكون هذا الخط هو من ضمن الخطوط الرئيسية للغة العربية المستخدمة لكي نربط الماضي بالحاضر ولكي لا ننفصل تماما عن ماضينا كما حدث وعاملة الإمامة الهاشمية بفصلنا عن ماضينا تماما 1200 عام ونحن منفصلين عن الماضي تماما. نحن نريد أن نعود إلى هذا الماضي ويجب أن تتكاتف الجهود الشعبية والرسمية. وضحت نعم شكرا في محافظة مأرب وأيضا في تعز بهذه المناسبة. نعم إذن شكرا جزيلا لك رئيس نادي الإكليل أحدى الجهات المطلقة لهذه الحملة والمشاركة بشكل واسع في هذه الحملة حفظ الله. لا تصحيح لو سمحت. نعم. نادي الإكليل هو شارك في هذه الحملة وإنما كان أحد الجهات التي أطلقت حملة الوعي. نعم لكنه كان مشاركا بشكل واسع في هذه الحملة يوم الخط المسلم. نعم مشارك بشكل واسع في هذه الحملة. نعم هذا ما قصدته. شكرا جزيلا لك حفظ الله العميري رئيس نادي الإكليل. مشاهدينا فاصل قصير وبعدها نعود، ابقوا معنا.